السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي وورلد. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن او مشروع الريزن. اتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. تابعوا يا جماعه اي فيديو بينزل للنهايه، لان كده كده اساسا كل فيديو بيكون فيه معلومه جديده او معلومه بتتقال لاول مره. فيديو النهارده هنستخدم سيد الالوان، بمعنى اللون الاسود. ناس كتير قوي لما بتيجي تعمل صواني او شيالات او مهما كان الحاجة اللي هي بتعملها، بتختار الوان محددة فقط، ثابتين على الابيض، البيج، البني، الذهبي. بيخافوا اساسا يقربوا من الالوان التانية، مع انك لو حضرتك جربت اي لون تاني، عظمة اللون هتغلب الحاجة اللي انت يعني كنت بتشتغل بيها قبل كده. فيديو النهاردة احنا هنعمل شيالة من الريزن. الشيالة دي بتكون دورين او تلاتة على حسب ما حضرتك حابب. طيب القالب بتاع الشيالة بيتباع تلات قطع مع بعض، تلات ادوار. المقاس الكبير 25 سنتي، المقاس الوسط 20 سنتي، المقاس اللي هو اصغر حاجة 15 سنتي. فبالتالي انت معاك تلات مقاسات علشان تعمل الشيالة بتاعتك. في ناس لما بتيجي يعني اساسا تصب الشيالة بتصب التلات ادوار عادي جدا، مفيش اي مشكلة. في ناس بتختصر وتقول لك لا، الدور الثالث اللي هو اصغر مقاس ال 15 سنتي ملوش اي فايده معايا وصغير جدا بالنسبه لي ومش اجمل حاجه. طيب بيعملوا ايه؟ بيعملوا دورين فقط اللي هو 25 سنتي و20 سنتي. اي نعم، انا بتفق في فكره ان الشياله تكون دورين اشيك بكتير، وكمان مش هتكلفك ريزن كتير ولا ادوات وخامات كتير. فعلشان كده تابع معايا الفيديو بتاع النهارده علشان تفهم وتعرف كل حاجه. ظهر معايا وانا بقلب ماده الريزن مع ماده المصلب زي ما قلت لك سيد الالوان اللي هو اللون الاسود. طيب انا هستخدم اللون الاسود ايه؟ انا هستخدم اللون الاسود المايكا. فاللون ده فيه لمعان، يبقى معنى كده ان الوان المايكا هي اللي بتلمع او فيها سنه جليتر كده بسيط، علشان الناس اللي لسه مبتدئه مش عارفه تفرق ما بين الالوان وبعضها. يبقى الوان المايكا هي الالوان اللي بتكون فيها لمعان. الوان البيجمنت الوان مصمته او معتمه ما فيهاش اي لمعان. فببدا دلوقتي ان انا اخد كميه اللون اللي انا هقلبها في الكوبايه بتاعتي، وبعد كده يعني هجيب كوبايه تانية. انا عامل اكتر من كوبايه. في فكره اساسا جت في دماغي لكن للاسف هي ما نجحتش معايا، وقدرت ان انا اصلح الغلط بتاعي بسرعه جدا جدا جدا. طبعا الفكره دي زي ما ظهر قدامك كده، ان انا قلت ان انا يعني ممكن ادخل لون شفاف مع اللون الاسود. فقلت اللون الشفاف اللي هو البينك او الفوشيا ده، حسيت ان تأثيره مش حلو خالص، يعني حسيت ان اللون بتاعه قلب على احمر كده والنتيجة ما عجبتنيش. قلت الحق النتيجة او الحق الكوباية بتاعتي وابتدي ان انا اجيب لون تاني خالص. اللون اللي ظهر واضح قدام حضرتك دلوقتي لون بينك شفاف. اي نعم هو بينك بس قلب على احمر سنة بسيطة. تمام؟ طيب انا جبت ايه؟ جبت لون تركواز شفاف. الدرجة بتاعته بتكون غامقة شوية لان انا كترت اللون. الالوان دي شفافة زي ما واضح قدامك كده، بتدي شفافية للريزن فقط. فقلت الحق بقى النتيجة بتاعتي او الكوباية بتاعتي، علشان انا مش عايز اخسر التجربة لان كمية الريزن كبيرة. انا اساسا مش هجازف ومش هجرب في كوباية مثلا 200-300 جرام. فابتديت ان انا اصلح الغلط بتاعي، وهبدأ بعد كده ان انا اجيب شوية ريزن كمان وهخلطهم مع ورق فضة او ذهب او نحاس او مهما كان المسمى او اللون اللي حضرتك هتشتغل بيه، شوية صغيرين خالص كده. ويبقى كده انا معايا تلات كوبايات ريزن، واحدة فيها اسود مايكا، واحدة فيها ورق اللي هو الروز الجولد ده، واحدة فيها اللون الشفاف اللي هو التركواز. طبعا الشفافية بتاعته غامقة تماما، هو لون شفاف فقط بس غامق. هبدأ دلوقتي في المرحلة اللي بعد كده، هبدأ ان انا اجيب قالب سيليكون الشيالة. عندك دلوقتي قالبين فقط محطوطين، قالب 25 سنتي قالب اللي هو 20 سنتي. يا محمود ممكن نعمل صينية مكان الشيالة؟ هو اي نعم في فتحة او في خرم موجود دلوقتي في الشيالة بتاعتي، عايز اسدها بكل سلاسة وبكل سهولة. في فيديو موجود على القناة تقدر ترجع ليه اي وقت، هو نزل من حوالي اسبوع، ازاي نحول قالب الشيالة نخليه صينية ونشتغل بيها من غير اي مشكلة. تمام؟ ازاي يعني نسد الفتحه اللي موجوده في قالب الشياله؟ هبدا دلوقتي ان انا اصب ماده الريزن بتاعتي. ماده الريزن زي ما واضحه قدامك هو اللون الاسود المايكا، فيه لمعان، فيه جليتر كده،
اللون شكله لطيف جدا، شكله حلو جدا، وزي ما قلت لك اي نعم هو سيد الالوان، لكن في الغالب او في الطبيعي او ان الناس كلها بتعمله انها بتبعد عن الغوامق ومتجهة فقط للابيض البيج الذهبي البني ومفيش اي تجديد. هنبدأ ان احنا نجازف ونعمله لاول مرة شيالة من اللون الاسود. هبدأ دلوقتي ان انا اصب اللي هو اساسا القالب التاني، وقبل ما يعني ما بصب في القالب بتاعي بنضفه بزيت جونسون او كيم سولف اللي هو ملمع قوالب، اللي هو بنضفه فقط من الاتربة، مفيش حاجة اسمها عزل، مفيش حاجة اسمها دهان، مفيش حاجة اسمها هرجع القالب جديد، هو انا بنضفه من التراب فقط، بنضفه من التراب وبيحافظ على عمر القالب مش اكتر ولا اقل. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب الريزن الشفاف. طبعا هو مش هيظهر معاك في الاخر ان هو شفاف، لان درجة اللون متقاربة جدا من اللون الاسود، يعني تكاد انها تكون اسود، بس وانا بصبها قدامك قلب على خضار سنة اللي هو اللون التركواز الشفاف. نيجي بعد كده هبدأ ان انا اجيب كوباية الروز جولد بتاعتي او الورق الذهب او الورق الفضة، مهما كان الورق اللي انت هتحطه، وهبدأ ان انا اصبه في المنتصف. ولو انا مش عايز الالوان تدخل في بعضها هصبه والريزن تقيل، لو انا عايز الالوان تدخل في بعضها هصب على طول جدا، يعني مفيش اي مشكلة. ونراعي درجة الحرارة، احنا في درجة حرارة دلوقتي يعني تكاد ان تكون فوق 30 وزيادة كمان، وفي محافظات بتوصل ل40 كمان. درجة حرارة الريزن او الجو الملائم ان احنا نشتغل فيه من 25 ل 30 درجة مئوية، فده بيخلي فيه مشكلة في مادة الريزن بتاعتك انها بتنشف خلال ربع ساعة او نص ساعة في الكوباية بتاعتك وبتتصلب تصلب تام، ويبقى كده الكمية بتاعتك باظت. بعد 24 ساعة او 48 ساعة هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا احط الاحجار بتاعتي على اللي هو الشيالة. طيب انا لما جيت ادور على الاحجار في اشكال كتيرة قوي لايقة على اللون الاسود، وده ميزة اللون الاسود او اللون الابيض عموما، ان كل الاشكال اللي انت هتحطها او مهما كانت الجليترات او البوليمرات او الاحجار او مهما كان اللي انت هتحطه فهو بيليق على اللون الابيض وكمان اللون الاسود. هبدأ دلوقتي ان انا احط احجار شفافة، في منها الوان كتير، في منها درجات كتيرة قوي، في منها الفضي الذهبي النحاسي الاكسيد، في درجات حلوة جدا جدا جدا. هبدأ دلوقتي ان انا اعمل كمية ريزن تانية، تمام؟ يعني انا حطيت الاحجار وهبدأ ان انا اعمل كمية ريزن تانية، وهبدأ ان انا اصب الطبقة التانية، الطبقة الشفافة. طيب هي لازمة؟ يعني انا لو كنت صبيت دلوقتي زي ما صبيت في الاول وخلصت خالص وخرجت القطعة من القالب كان في اي مشكلة؟ لا، ما كانش فيها يعني اي مشكلة ولا يحصل حاجة، لكن انا هنا بحط طبقة علشان انا صبب لنص القالب فقط، علشان كنت احط احجار، وكمان ورق الذهب او الفضة او الروز جولد ده بيكون بارز فلازم تغطيه بطبقة من الريزن، لكن فكرة ان انا احط طبقة تلميع دي الناس اخترعتها. هو كده كده اساسا انت عايز تصب لمعان مفيش مشكلة، عايز ما تصبش مفيش مشكلة، مفيش حد بيقيدك. انا صبيت ريزن، السبب الاول ان انا هحط احجار، السبب التاني ان ورق الروز جولد ده فيه حواف وظاهر، فهضطر ان انا اصب طبقة تانية. هصب الطبقة التانية وهبدأ ان انا اوزع كمية الريزن بتاعتي. طبعا انت لما بتيجي تقلب كمية الريزن بتاعتك والريزن بيكون شفاف في ميكرو بابلز او فقاعات هواء، طبعا انت بتسيب الكوباية قال ايه الميكرو بابلز هتخرج او هتطلع لوحدها، الكلام ده مش هيكون صحيح. قال لا، طب ما انت يا محمود في فيديوهات قلت سيبه والبابلز هتخرج لوحدها. في حالة واحدة فقط، لو هو انت بتقسمه على كوبايات او انت بتصب مساحة كبيرة، يعني مساحة الشيالة كبيرة، الصينية كبيرة، فلو الكوباية بتاعتك فيها ميكرو بابلز او بابلز صب كده كده، يعني اساسا هتتوغل وتختفي لوحدها لما بتكون مساحة السطح كبيرة. طب لو انا بصب ميدالية او سلسلة او حاجة حجمها صغير، قسم كوباية الريزن بتاعتك على اكتر من كوباية، بعد كده صب بالراحة جدا اللي هو الريزن الشفاف. نأكد الريزن الشفاف، لو انا هصب حاجة شفافة مش هبقى عامل الوان واسيب الكوباية بتاعتي او اقسمها، مش منطقي. تقريبا احنا محتاجين نراجع المعلومات او نراجع فيديوهات اكتر، وانا خلال الفترة الجاية هعمل فيديو مجمع للاخطاء لكل الناس اللي بتقع فيها او المفاهيم المغلوطة. بعد 24 ساعة او 48 ساعة هيكون الشكل بتاعي نشف تماما، ما فيهوش اي مشكلة، تمام؟ طيب المشاكل اللي ممكن تقابلك بعد 24 ساعة ان القطعة لينة، بتلزق، بتبصم، طرية، ما نشفتش،
فيها ليونه، فيها مش عارف ناشفه من حته وحته، لا كل ده هقول لك الاسباب بتاعته. اول حاجه انت مش شغال بميزان حساس، او الميزان بتاعك اللي انت شغال بيه بيخرف. تاني حاجه كميه الريزن اللي انت حطيتها مش مظبوطه، او انت غلطت في النسب. تالت حاجه انت ما قلبتش الوقت الكافي ما بين كميه الريزن وكميه المصلب، فبالتالي حته نشفت وحته ما نشفتش. رابع حاجه انت لما بتيجي تشتغل بتشتغل في درجه حراره انت يعني المفروض درجه الحراره تكون مناسبه وملائمه للحاجه اللي انت بتعملها، ففي اخطاء انت بتقع فيها انت ما بتكونش عارف الخطا منين. ولو الميزان بتاعك بيخرف انت مش هتكون عارف انه بيخرف. في ناس لما بتيجي تحط الريزن على الميزان بتشيل الكوبايه، بعد كده تحط الكوبايه تلاقي الوزن اختلف. ما هو انت غيرت اساسا برمجه الميزان، انت ليه تشيل الكوبايه؟ وخلي بالك معظم انواع الموازين اللي هو الميزان عموما اول ما بتشيل الكوبايه بيرجع للسالب، او بتبدا ان انت تعمل من الاول جديد تاني، فبيكون في حاجه غلط. وفي كمان معلومه مهمه، ان برضو معظم انواع الموازين ليها وقت محدد وبتفصل فيه، فانت المفروض عملية الصب اللي هو صب مادة الرزن والمصلب وتقلبهم على الميزان الحساس لا يتعدى الدقيقة دي او نص اخرك، لان الميزان هيفصل معاك. المعلومات واضحة وصريحة. نيجي بعد كده والمرحلة النهائية هو تركيب حامل الشيالة. حامل الشيالة فيه منه الوان، انواع، اشكال، احجام، ارتفاعات، مسكات مختلفة، حاجات كتيرة قوي. انا شايف ان اللون الفضي هيليق اكتر مع الشيالة بتاعتي. هبدأ ان انا اركب الحامل بتاعي، ولو الحامل بتاعي الفتحة بتاعته مسدودة انا يعني سلكتها بالقطر زي ما ظهر قدامك من شوية. اهم حاجة ان الشيالة بتاعتي الفتحة بتاعتها تكون مظبوطة علشان ما تلقش مثلا من يمين او شمال، او ما تكونش يعني واقفة مظبوط او تقع يمين او شمال. بعد كده ببدأ ان انا اركب الحامل بتاعي، وبكده تكون الشيالة الدورين. اللون حلو جدا جدا جدا، اللون في الحقيقة احلى بكتير، لدرجة ان انا مش عارف اصورها صورة لوحدها كده، يعني كصورة انا مش عارف اخدها صورة علشان توضح الجمال والعظمة اللي موجودة فيها. زي ما واضح قدامك الشيالة او اللون تحفة جدا جدا جدا. انطلقوا واستخدموا الوان كتير، الوان مختلفة والوان جديدة. لو حضرتك بتدور على الادوات والخامات تقدر تكلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو ده. تقدر برضو انك تتابع كل الفيديوهات اللي نزلت قبل كده من خلال القناة الاساسية والقناة البديلة اللي هي قناة ريزن وورلد. عندك برضو الموقع بتاعنا على جوجل ebooks-world.com. الموقع ده بينزل عليه مقالات مهمة جدا لفن الريزن وكمان الكونكريت وقريبا الشموع. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.